السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو حل واحد المشكلة نتاع البيع و SDT في منصة باينس عبر بريدي موب. كاين ناس ما همش عارفين كيفاش يبيعوا SDT وخايفين في نصب أو احتيال في منصة باينس. قبل تشغيل هذا الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس، كذلك بارتاجونا هذا الفيديو، وكذلك خلونا تعليقاتكم في أسفل هذا الفيديو. نبدأ على بركة لله. ندخل إلى منصة باينس بهذه الطريقة خوتي. أولا نضغط على المحفظة، ومن بعد إذا كان عندك USDT في الفوري حولها إلى التمويل. كيفاش نديرو؟ نضغط على التحويل، ومن بعد نختار عملة USDT بهذه الطريقة. مثال أنا عندي 10 دولار ولا حتى 5 دولار ولا حتى 100 دولار ولا أي مبلغ. مثال أنا عندي 100 دولار، ومن بعد نضغط على تأكيد التحويل، ومن بعد يتحول إلى التمويل، ومن بعد نضغط على P2P أو شخص لشخص. ها هي نكليك عليها، ومن بعد واش ندير؟ نختار عملة DZ هي دينار حاجة الأولى. ومن بعد واش ندير؟ أنا يا نحوس نبيع، مانيش نحوس نشري. أنا عندي دولار في منصة باينس، نحوس نحولها إلى بريدي موب. واش ندير؟ نضغط على البيع، نضغط على البيع هذه بطريقة، ومن بعد نختار المبلغ. مثال أنا عندي 100 دولار، أنا ندير 2 ملايين. يطلعوا لي خاوتي جماعة نتاع 2 ملايين، نكليك على التأكيد. كل واحد وكيفاش يشري USDT لي يناسبك. مثال شوفوا هذا الأول عنده طلبيات، عنده 350 طلبيات. نختار واحد مثال عنده هذا 109، هذا عنده 140، عنده هذا السيد عنده 335 طلبيات. معنى مثلا وحنا اللي باعوا له الدولارات، عنده 335 من طلبيات، وعنده تقييمات 92.60%، وعنده ليجام او ابوني عنده 98.82%. معنى هذا انسان ثقة. واللي عندهم هذه خاوتي بلاصفر، علامة صحيح بلاصفر، معنى هذا سيد موثوق. نديرو البيع. هنا يقول لك 15 دقيقة، عندك الوقت 15 دقيقة باش يبعث لك دراهمك. نضغط على البيع، ومن بعد مثال انا عندي 100 دولار، نديرو 100 دولار، شحال تجيني بدينار جزائري؟ مثال نديرو 10 ولا نديرو 50 ولا نديرو 100. مثال نديرو 100. هنا واش يقول لك؟ 100 دولار او 100 USDT تجيك بالدينار الجزائري هي 2,289,500. معناها 100 دولار ولا 100 USDT تجيني 280,500 ولا 290 تقريبا 290. فهمتوا خاوتي؟ هنا يقول لك راسك غير كافي، معناها ما عنديش دراهم في التمويل، لازم تكون عندي دراهم ولا USDT باش نقدر نبيع. وهنايا نختار حدد طريقة الدفع. هنايا أغلبية في منصة باينس يخدموا عن طريق بريدي موب، هذه دوها في بالكم خاوتي. هنا يعطيلو تقييمات للناس معلقين له، الناس اللي عاطيلو كما نقول هنايا مثال روحوا رسائل ملاحظات. هنايا كاين عاطيلو تقييمات تعليقات خاوتي، معناها ما شاء الله هذا انسان ثقة، معناها ما تخافوا. هذه طريقة صحيحة باش تقدر بيع USDT في منصة باينس عبر بريدي موب بهذه الطريقة خاوتي.
مهم اللي عنده اي مشكله ولا عنده اسفل خلينا تعليق اسفل هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.